يعني قبول الملف شرف صرف الدين العمارة. الدراهم. شرف الدين العمارة ما يرومبليش الكريتير، دار عامين كرئيس نادي. من الشروط لازم نفرقوا، يقول لك القانون يحوس على المستوى العلمي، يقول لك من الواجب ان يكون يونيفرسيتير ولا تقلد مناصب مسؤوليه ساميه في قطاعات عامه، يعني مؤسسات عامه ولا خاصه، عموميه ولا خاصه. والله يكون هذا على رأس لا، فريق دقيقه دقيقه برك، أكثر من 5 سنوات متتالية. لا دقيقه برك، باش الناس، كاين الناس حبوا يغلطوا الرأي العام. كاين المستوى العلمي، المشرع يقول لك المستوى العلمي، لانه الجمعيه هذه لازم يكون فيها واحد عنده مستوى قراء صحيح. ولا عنده مناصب مسؤوليه ساميه. من حيث المستوى تقول لك يا عندك مستوى جامعي او انك كان عندك مناصب مسؤوليه ساميه في مؤسسه عموميه او خاصه. نخرج من المستوى العلمي، نجوا من الاكسبيريونس، لانه الامر بعد يتعلق بكره القدم. يجب هذا المسؤول اللي عنده، هذا المسؤول اللي عنده مستوى علمي لازم عنده يعرف عفوا يعرف كره القدم. لذلك الشرط الثاني هو يكون عندك اون اكسبيريونس في الضمان تاع كره القدم، سواء من الجانب الفني، الرياضي، الاداري، الاقتصادي او ربما الطبي. في هذه الحاله شرف الدين العمارة عنده كمسير كاداري على راس شباب لوزان عنده سنتين فقط، والستاتيو دو لافاس يقول 5 سنوات. واش لازم لو كان بهذا الملف يرفض مرفوض الملف تاعو؟ مرفوض صحيح. عنده حظ واحد، انه الوزير، وزير الشباب والرياضه، في لو دوكري اكزيكوتيف سو لو ديريجون بينيفول ايلو، الماده 17 واش تقول لك؟ كاين دي ميزور ديروغاتوار، من حق الوزير انه يمد ان ديروغاسيون اكسيبسيونال لاي شخص باش ما تطبقش عليه، يسقط عليه الارتيكل 13 14 احكام المادتين 13 و14 من الدوكري تاع البينيفول ديريجون بينيفول ايلو، اللي لازم لك الاكسبيريونس في الدومين. هاد لا ديروغاسيون يمدها للناس اونديكابي، لي شامبيون اولمبيك، لي شامبيون دو موند، لي بيرسون دو مون كاليفي، اللي عندهم مؤهلات، صحيح، او الاشخاص الذين ساهموا في ترقيه اللعبه. يعني ممكن لا ديروغاسيون يمدها له الوزير، وبالتالي يجوز الملف تاعو على الاقل، لانه شباب الوزن، على الاقل اقول على الاقل، لانه شباب الوزن اللي راسه اعماره تاهل، يعني تاهل الى ربع نهائي رابطه الابطال، وهو تاهل تاريخي يمكن ان يوصف على انه ساهم في تطوير كره القدم الجزائريه.